السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مجددا في قناتي تجاربي، قناة تجاربي. اليوم عندي واحد الوصفة للفلفلة. انتم عندي الفلفلة الحارة والفلفلة الحلوة. اللي بغيتو انتم يتخلطوا الفلفلة الحارة والحلوة تخليو على الحلوة بوحدة. عندي تقريبا دابا يكون شي كيلو مخلط، كتشبروها كتغسلوها مزيان، نقيوها كما قلت لكم. بغيتوا الحلوه ديروها، بغيتوا الحاره ديروها، تخلطوا زعما تخلطوا مع بعضياتهم، تخلطوهم مع بعض. بعد ما غسلناهم غادي نشدهم ونقطعهم وهذا نقطعهم بالزريعه ديالهم. ونقطعهم كاملين، داكشي اللي عندنا ديك الكميه اللي عندنا قطعوها كامله. هذه كما قلت لكم يا بوحدها يا تخلطوا شي حاجه بالحار الا كان كيعجبكم الحار. وكنعملوها نطحنوها اما في آلة يدوية او لا كهربائية. طحنوها حتى كتطحن تولي بحال ما هكذا. من بعد كنشبروها نصفيوها، نحاولوا نحيدوا من هذيك الماء نهائيا، ما يبقاش فيها القطره ديال الماء. صفيوها مزيان، عصروها. انا شبرت دابا حطيتها في هذه الصفايه وكنتكي عليها بالمعلقه. هانتوما كتشوفوا الماء اللي سال منا، فيها الماء ها غير الماء ديالها. هادي اللي باغي يحطها دابا في الثلاجه، ما اللي باغي يديرها ديك الساعه يخليها بالماء ديالها، داك الماء باش ما تفسدش. وكنعملوها في واحد الانيه نحكو عليها الثومه. انا عندي شي 4 ثومات قد هادي كبارين. ومعلقه كبيره ديال الكرويه. الملح. كنعملوا شويش البزار اللي بغى. اللي ما عملش فلفله حاره ضروري يعمل البزار. اللي عمل فلفله حاره ما يحتاجش، لا بغى يعملوا يعملوا، ما بغاش ما يعملوش. كنعمل نص كاس ديال زيت الزيتون وكنخلط مزيان ونعملو في واحد الردومه، في واحد القرعه بحال هكذا هكذا يكون الفم ديالها واسع. ها هو كنعمل وكنتكي، كنعمل وكنتكي. ها هي ونعمل الزيت من الفوق، الزيت هكذا حيت غادي نحتفظ به في الثلاجه. هاد الفلفله كنحتاجوها نعملو بها اومليط. غادي تشوفوا الاومليط اللي عملت طورتيه، نحتاجوها نعملوها مع البيتزا الفوق، نحطوها هكذاك هكذا مع شويش الزويته مع اللوبيا مع العدس، كتنكل بالخبز. تحتاجوا اي حاجه تعملوا فيها الفلفله، الفلفله كنحتاجوها بزاف. بغيتو حتى تنصبو بها تنصبو بها، تعملوا واحد المعلقه مع الطاجين. بالنسبه للطورطيه هانتوما كتشوفوا عندي 2 معلقات من هذاك الخليط. معلقات كبار، 2 بيضات.
كنعملو شوية الملح عاود، بغيتو لي بزار تعملو عاود دو شويش. نعملو واحد المقلة تيفال ما كتلصقش، واحد شوية قطيرة الزيت، وانتم كتعرفوا ها هي الاومليت ديالنا، الطورطية ديالنا، دي الفلفلة سهلة، كتشبر من الثلاجة، تجيب دوك جوج المعالق وتخلط مع البيض صافي، وكنقلبوها على الجهة الأخرى. هاهي قلبتها، صافي هادي هي الطورطية ديالنا، كنقدموها وساهلة حتى لآخر لحظة، كتجبد الفلفلة اللي عندك وتعمل. وشكرا على تتبعكم، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة.